السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشوفوا the past simple and the past continuous مع الرابطين while و when. هذا تمرين خاص بقواعد اللغة اللي مدوها لكم في الشهادة اللي هي Master of the Language، اللي من المحتمل أن نحطو لكم تمرين من هذا النوع اللي هو أنكم تحطوا الرابطين while و when وتصرفوا الأفعال في past simple والباست كنتينيوس. إذا راح نشوفوا استعمالات الباست سيمبل والباست كنتينيوس مع الرابطين وايل وون. قبل ما نبدأ عدنا في الباست سيمبل أفعال، عدنا الريجولر فيربز والإيريجولر فيربز. الريجولر فيربز هي اللي نزيدوا لها إيدي فقط في الأخير في الباست سيمبل، أما الإيريجولر فيربز فهي اللي تتبدل كامل في أثناء التصريف. إذا هنا الجدول الخاص بالإيريجولر فيربز اللي سبق وحطيته، راح نحط الآن الرابط نتاعو في أول تعليق في هذا الفيديو ونثبتو باش اللي مازال ما شافوش يشوفوا، وهي الأفعال المحتملة تكون في الشهادة. إذا تبعوا معايا نكملوا هنا. قلت لكم الباست سيمبل ينقسم إلى regular verbs والirregular verbs. regular verbs نزيدو لهم ed والirregular verbs يتبدلوا كامل. عندنا هنا examples: John visited the Casbah last month. هنا عندنا regular verb اللي هو to visit ولا visited. وعندنا he bought many souvenirs to his friends. bought هو the verb to buy. شفتوا هنا يا رجعنا bought اللي هو انه irregular verb. نشوفوا past continuous اللي هو long action. هنا عندنا القاعدة اللي هي to be in the past plus the stem plus ing. to be in the past plus stem plus ing. إذا to be in the past عدنا I, he, she و it نقولو was، و you, we and they نقولو were. إذا القاعدة تاع past simple قلناها، وهذه القاعدة تاع past continuous اللي هي was ولا were plus the stem والفعل نزيدولو ing. دوكا نروحو نشوفو الاستعمالات نتاعو. عندنا John was asking several questions about the history of the Casbah. John كان يطرح بزاف أسئلة حول تاريخ القصبة. هذا هو الباست كنتينيوس. عندنا was اللي هو to be in the past plus the stem or the verb اللي هو ask plus ing يولي لنا was asking. دوكا نروحو نشوفو الاستعمالات نتاعهم with the connectors اللي هما while and when، كي نخدمو بهم كيفاش يبلو. عندنا when one event which is in progress in the past is interrupted by another one I use the past simple for the event that caused interruption and the past continuous for the on in progress. معناتها while John was asking several questions، كي كان جون يطرح في بزاف أسئلة، هنا الفعل اللي قام به جون هو الفعل العادي. About the history عفوا of the Casbah the bus arrived. البوس جاء. البوس هو الانتربت اكشن عفوا، هو الفعل اللي قطع لنا الفعل الثاني. بينما كان جون يطرح عدة أسئلة حول تاريخ القصبة، الحدث الثاني اللي قطع الأسئلة نتاع جون وحبس ما يسقسي هو أنه الباص جاء. البوس أتى. arrived معناتها أتى. أوكي، الفعل arrived قطع الفعل الأول اللي كان في الباست كنتينيوس. إذا هنا دائما مور وايل ولا نديرو الباست كنتينيوس هو اللي يجي بعد الكونيكتور وايل، ثم يقطعه الحدث الثاني اللي راح يكون في الباست سيمبل فقط. while ولا when دائما بعدهم يكون الباست كنتينيوس. هنا عندنا ملاحظة ان بي: If the tense started with a connector, we must put comma between the two tenses. إذا الجملة بدأت while من ولا when، من الأفضل أننا نحط comma بعد ما نكملوا النشاط الأول قبل ما يقطعوا النشاط الثاني. هنا عاد تمرين رايحين به نشوفوا كيفاش نخدمو بالكونيكتورز هذو اللي شفناهم. شوفوا هذا التمرين اللي قلت لكم يقدروا يمدوا لكم منهم بهذا الطريقه. اذا عندنا هنا write the correct form of the verbs in brackets.
هنا مدولنا when و while. كي مدولنا when و while رايحين نصرفوا هنا الأفعال. وفي بعض الأحيان يمدولكم الكونيكترز وحدهم وانتم تحطوهم في الجملة. To rain when I to get up in the morning. While I to study, I to feel sleepy. When my dad arrived to arrive home, we to have dinner. She to break her leg while she to ride her bike. While he to work, he often to listen to music. He to walk back to his flat when he to hear an explosion. هنا رايحين تصرفوا الأفعال اللي بين قوسين سواء في الباست سيمبل ولا في الباست كنتينيوس. ركزوا فقط هنا، حلوا هذا التمرين في مسودة ثم شوفوا الإجابة نتاعو اللي رايحة الآن نعطيها لكم ونشرحها لكم باش تفهموه أكثر وأكثر. إذا تبعوا معايا نقرأوا الإجابة مع بعض. إذا هنا عدنا It was raining when I got up in the morning. While I was studying, I felt sleepy. When my dad arrived home, we were having dinner. شوفوا هنا عدنا when دائما الفعل بعدها يكون في الباست سيمبل، أما while فيكون في الباست كنتينيوس. When my dad arrived home, we were having dinner. She broke her leg while she was riding her bike. While دائما إلى حطيتوا الكونيكتر while وحده في الجملة دائما الفعل مراه يكون في الباست كنتينيوس، أما إلى حطيتوا when وحدها في الجملة دائما الفعل يكون في الباست سيمبل. أوكي عدنا while he was working he often listened to music. He was walking back to his flat when he heard an explosion. When مراها الفعل يكون في الباست سيمبل while يكون دائما الفعل مراها في الباست كنتينيوس. هنا يا معدناش while when في جملة واحدة، الفعل الأول يكون إذا كانت الجملة فيها while وحدها الفعل الأول راح يكون في الباست كنتينيوس والثاني تصرفوه في الباست سيمبل عادي، وإذا كانت الجملة فيها when الفعل مراها دائما يكون في الباست سيمبل ومن بعد الجزء الثاني من الجملة نديرو فيه الباست continuous بدون وجود الكونيكتر وايل. إذا هذا هو الشرح نتاعهم، نتمنى إن شاء الله يفيدكم وتستفادون. تلاقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله، ربي يوفقكم وينجحكم. ركزوا فقط، ما تخافوش ما تتقلقوش، البيام كغيره من الامتحانات فقط داروا له يوم لوحده. بقوا على خير والله ولي التوفيق.